لازم ترقدوا الزيتون ديالكم بيديكم. هذه ما تناقش. شري زيتون اخضر دير الملحه وتشري ليه برميل وديره في دارك. 100 كيلو الزيتون تقدك في العام وتكون طبيعيه ما مسها حد. والا فالزيتون الاحمر هذا اللي النساء تيبغيوه لانه كيديروه في الطاجين لانه كيطيب مع القميله كيهز الطياب. فالزيتون الاحمر اللي كتشريه لا يمكن يكون بهذاك اللون احمر الا لما يدوز في الاسيد سلفيريك، الا لما يدوز في الماء القاطع. والا شي واحد يبيع الزيتون احمر بدون ماء قاطع وريه لي نمشي نشري من عنده. انا لا اعلم زيتون بهذاك اللون، زيتون احمر ها بهذاك اللون اللي كيتباع في الجاج يبان لكم كيبري احمر، لا يمكن يكون بهذاك اللون الا لما يوصل بي اش 2.5، يعني خصو يدوز في الاسيد سلفيريك اش 2 يسقو 4 عادي ولا احمر. ملي يمشي هاد الباعة قلنا لي مودي كتقتلوا الناس شو عليك، قال لك الناس كيخوتوا، قال لك ودي بغينا نبيعوا لهم الزيتون الاحمر بلدي، لان ملي كي الزيتون الاحمر اللون ديالو كيتغير ملي كيتملع، ما كيبقاش بحال هكاك احمر كيتغير. كيقول لك ودي الناس ما بغاوش يشريوه، وهاد اللي قال لك المشتري هو اللي رغمنا حنا نديروا الماء القاطع. والناس كيتكلموا معايا بصح بقلوبهم ماشي. قلت له انت ما تبيعش هذا الزيتون الاحمر اللي كنت غادي تقتل الناس. قال لك ما يمكنش ما نبيع الزيتون لان كاين اللي غيجي رابعه كحل ورابعه احمر ورابعه اخضر، ما لقاش الاحمر ما يديش كحل اخضر. قال لك ما غنبيع ما غنشري. يعني هذه الامور هذه خصكم تعرفوها، وهذه سولوا الناس اللي كيبيعوا الزيتون وراه غادي يخزنوها عليكم، راه ما غاديش يبغوا يقول لكم اياه لان الزيتون تريشري. وغير رغم عليه وسولوا قول له شوف الله يرضي عليك الزيتون الاحمر يدوز في الماء القاطع عادي ولا احمر؟ وراه غادي تبقى عليه حتى يقول لك ايه. وديما البرامج ديال الماء القاطع مخزونين عنده في الكابل تحت، وراه كيغطس الزيتون في الماء القاطع عادي ولا احمر. الزيتون خاصكم ترقدوه في ديوركم يا اخوان، ما تقلتوش منه. الزيتون اش راه دابا كيتباع 60 70 ريال الكيلو، تشري 50 60 100 كيلو علاش ما قديتي برميل زرق كبير ب 90 درهم يبقى عندك ديما برميل. يبقى انا شاري دابا واحد عندي هذه 8 سنين كنرقد فيه ما تهرس ما تقم برميل ب 90 درهم وتنى كنرقد الزيتون راسي. العسل خص يكون العسل في الدار، الزيت البلديه خصها تكون في الدار، ماشي الزيت البلديه ديال القرعه، الزيت البلديه ديال العصير خصها تكون في الدار، وخصك تاكلها كل نهار وخصك تقطع اطفال ياكلوها كل نهار. اللي ما تبقاش لان الزيت هذه ديال زيت الزيتون فيها اشياء للحساسيه، فيها اشياء للبرد للبروده، فيها اشياء كثيره للجسم خص الانسان ياكلها. الا قدر يشربها مع الصباح انا كنصحو يشرب ملعقه صغيره ديال القهوه مع الصباح الا قدر، لان الزيتون الزيت ديال المكناس ما كتشربش، ولكن الزيت ديال قلع السراغله وديال السوس وديال مراكش الزيت كتشرب ديال اوزود هي احسن زيت، ديال دمنات وديال اوزود هي احسن زيت. يعني ازيلال اوزود العطاويه كاع هذيك الجهه كلها الزيتون ديال هذه المسائل اللي كتكون في الدار اللي كنسميها انا الداخله ديال الدار.